حضرتك؟ محمود ياسين عبد الرحمن. شغال ايه يا استاذ محمود؟ رئيس نجارين شركه مولان. ايه طبيعه الشغل بتاعكم يا فندم هنا؟ خرسانات، نجاره وحداده وشغل خرسانات. من امتى شغالين يا فندم؟ شغالين بقى لنا فتره يعني. شاركت في بدايه المشروع ولا دلوقتي بس؟ لا، من بدايته كنت في شركه تفريعه، وجينا هنا عشان نعمل تجهيزات للافتتاح. جميل، شعورك وانت بتشارك في مشروع ضخم زي ده؟ مبسوط جدا وفرحان جدا. هتقول ايه للرئيس السيسي صاحب القرار اقامه القناه؟ ربنا يوفقه كمان وكمان. انتوا المقاولين العرب يا فندم صح؟ ايوه يا فندم، المقاولين العرب. تقول ايه لرئيس الوزراء اللي كان احد قيادات ورئيس شركه المقاولين العرب الاصغر؟ طبعا سعداء بيه جدا 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 يعني. كلمه اخيره نقول تحيا مصر بقى. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.